لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في العرب اللندنية، موالون للميليشيات الشيعية يقتحمون سفارة واشنطن ببغداد. في العربي الجديد، وزير الدفاع التركي سنبدأ مهمة إرسال قوات لليبيا بعد مصادقة البرلمان. في صحيفة الشرق الأوسط، الولايات المتحدة ستدافع عن الأمريكيين الموجودين بالعراق. في القدس العربي، وزير الدفاع الأمريكي البنتاغون سيرسل قوات إضافية إلى بغداد لحماية السفارة الأمريكية. في كتابات، نشطاء يتهمون ميليشيات إيران باقتحام السفارة للقضاء على التظاهرات، وواشنطن تتعهد بحماية سفارتها. في عربي 21، ترامب يحمل إيران مسؤولية اقتحام السفارة الأمريكية ببغداد. مع دخول الانتفاضة العراقية شهرها الثالث، ومع كل هذا العدد الكبير من الضحايا وأكثر من 27 ألف جريح، لم تجد السلطات الحاكمة من وسيلة لتحطيم جدار الصمود الفولاذي الذي واجههم به شباب الانتفاضة، غير الخداع والمراوغة السياسية الفاشلة واللعب بأوراق باتت محروقة. حول خداع السلطة في بغداد، كتب مثنى عبد الله مقالا نشرته صحيفة القدس العربي. إنهم يحاولون إظهار انصياعهم لمطالب المنتفضين من خلال إجراء بعض التعديلات على قانون الانتخابات مثلاً، لكن المناقشات التي تجري تظهر أن نية التغيير الحقيقي ليست موجودة، فالآليات المستخدمة في ذلك هي نفسها التي أتت بالقانون القديم والمعمول به حتى الساعة، ما يعطي انطباعاً مؤكداً على أن إجراء بعض التغييرات هي في جوهرها ليست من أجل التغيير، والسبب في ذلك أن البنية السياسية للنظام القائم هي التي تتصدى لهذه المسألة، وهذا يجعلنا أمام مظاهر شكلية من التغيير ليس الهدف منها تثبيت حالة سياسية جديدة في البلاد، بل الهدف الحقيقي هو امتصاص السخط الشعبي وإدارة الأزمة الراهنة بشكل يعيد إحكام سيطرة النظام السياسي القائم على المجتمع، كما يعيد إنتاج وسائل الحفاظ على أسس النظام وعناصره. وهنا تندرج تحت هذه المحاولة استقالة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، ومن ثم تقديم مرشحين للمنصب هم من المنظومة السياسية نفسها، في حين أن مطالب الجماهير المنتفضة واضحة وضوح الشمس بعدم القبول بأي من عناصر النظام القديم. إن النظام السياسي القائم يضغط بشتى الوسائل للحفاظ على استمراريته، كما يحاول قطع الطريق على أي مناقشة تستهدف ديمومته حتى على المدى الطويل. إن قواعد اللعبة السياسية التي كتبت في واشنطن وطهران ودول غربية عام 2003 لم تتغير حتى اليوم، وبات تغييرها ضرورية شعبية أو ضرورة شعبية ملحة. إن هذا التصميم الذي يبديه الشارع في رفض مرشحي السلطة وزبانيتها هو رسالة إفهام وإقناع للجميع بأن الشارع قادر على التغيير، وأن الإحباط الذي كان سائدا من الواقع المعاش يجب أن يتغير اليوم. الخلافات التي تعصف بأهل السلطة وعجزهم عن الخروج عن المأزق الخانق الحالي بسلام هي انتصار يحققه المعتصمون. هذا ما جاء في مقال للكاتب إبراهيم الزبيدي في صحيفة العرب اللندنية. إن العراقيين أعطوا الأحزاب الشيعية والسنية والكردية المتحاصصة المتشاركة في الظلم والفساد جميع الفرص لتعديل نفسها وتهذيب سلوكها وإثبات أمانتها ووطنيتها، ثم تبين بعد كل ذلك الصبر الجميل الطويل أن استمرارها في الحكم مرهون بعوجاجها وبقدرتها على المراوغة والاحتيال. ومع إصرار الثوار على البقاء في مواقعهم و
صمودهم وعقلانيتهم وصبرهم الجميل ورفضهم الثابت الشجاع لكل مراوغات أهل السلطة ومقترحاتهم الترقيعية الالتفافية، لم تعد استقالة هذا الرئيس أو ذاك الوزير أو إقالته هي الحل الذي يشفي غليل أحد، بل أصبح المطلوب شيئا واحدا لا غير، وهو رحيل النظام بقضه وقضيضه، وأي حل آخر غيره لن يعيد شهيدا إلى الحياة، ولن يرجع مخطوفا ولا سجينا إلى أهله بسلام، ولن يقنع ثائرا بالعودة إلى منزله خالي الوفاض. فالصمود الصمود، والصبر الصبر، والمسالمة المسالمة أيها الثوار، فأنتم الغالبون وأعداء ثورتكم المهزومون والمدحورون، ولن يصح غير الصحيح. المحافظات الجنوبية التي كانت إلى زمن قريب التي تضخ ما تحتاجه الأحزاب الحاكمة من مال ورجال، ها هم حكام إيران ووكلاؤهم يتهمونها اليوم بالبعثية والأمريكية والصهيونية والعمالة لدول الخليج، ليبرروا تنكرهم لمطالبها المشروعة ورفضهم التنازل عن بعض مكاسبهم ومناصبهم ورواتبهم بحسب ما أورد الكاتب. سيكون قد مضى على الحراك الشعبي في العراق شهران سقط فيهما نحو 600 مدني عراقي برصاص قوات الأمن والميليشيات، بالإضافة إلى نحو 20,000 مصاب، بعضهم أصيب بإعاقات دائمة. ومع ذلك وما زال الحراك نشطا ثوريا رافضا لكل ما تقوم به السلطة الحاكمة في بغداد وميليشياتها من مراورات لغرض إسكات المحتجين، مقال الكاتب أياد الدليمي في صحيفة العربي الجديد. كل يوم يمضي على هذا الحراك تفقد إيران واحدة من أوراقها في العراق، فبعد هيمنة وتغلغل ونفوذ استمر أكثر من 15 عاماً، باتت إيران اليوم مكروهة شعبياً، بل لا مغالاة في القول إن مقياس وطنية العراقيين اليوم يحدده ريختر كره إيران، وهو أمر ما كان له أن يتحقق لولا هذه الثورة المباركة التي كشفت كل أوراق اللعبة وأولها الدور الإيراني الخبيث في العراق. فبعد أن باتت إيران في نظر غالبية العراقيين عدواً، بدأت أوراقها في العراق تحترق. فقد قررت الناصرية المدينة الجنوبية أن تتحرر وأن تحرر نفسها من السيطرة الإيرانية، فما كان لها إلا أن هبت بشبابها ونسائها وشيبها لحرق كل مقرات الأحزاب الموالية لإيران. وقررت كربلاء أن تكون الرسالة أبلغ، فكان أن تحولت قنصلية إيران إلى تنور يلقي فيه أهالي المدينة غضبهم احتجاجا وتنديدا بالتدخل الإيراني السافر. وأكذا الحال في مدينة النجف، وللمدينتين دلالة كبيرة ومكانة أكبر لدى شيعة العراق والعالم. ليس هذا فحسب، فبعد أن سقطت إيران سياسيا من خلال سقوط الأحزاب العراقية الموالية لها، جاء الدور على وجودها العسكري المتمثل بالميليشيات التي رعتها ومولتها إيران سنوات طويلة. ستحاول إيران بالتأكيد أن تتشبث بوجودها في العراق، ولكن عليها أن تدرك أن هناك إرادة شعبية بضرورة أن تلتزم حدودها في تعاملها مع العراق ما بعد تشرين 2019، خصوصا أنها في وضع إقليمي ودولي لا يساعدها على مواصلة المكابرة والاستمرار بمنهجها الدموي. لم تخلو قضية مهرجان تعيين رئيس وزراء ينتمي لكتلة البناء حصرا من بعض الفكاهة والسذاجة، إن لم نقل مضحكات، فهي فاقت كثيرا ما عناه عمنا المتنبي. بهذه الكلمات استهل الكاتب علي حسين مقاله في صحيفة المدى حول تسمية رئيس الوزراء. مثل فيلم ميلودرامي طويل، لم يهتم أحد بالحبكة ولا بتفاصيل الشخصيات ولا بالمكان والزمان ولا بأي شيء سوى
أن يظهر ساستنا ليقول لنا إن الله كان رفيقا بالعراقيين ولم يترشح السهيل، ولهذا كان لابد من بيانات ثورية تندد بالتكليف ويصر أصحابها على أن ترشيح رئيس الوزراء يجب أن يتطابق مع متطلبات المرحلة الراهنة. ما هي هذه المرحلة؟ عند المتظاهرين واضحة جدا، إعادة ترتيب الوضع السياسي في العراق تحت شعار واحد: عراق حر بلا فساد ولا طائفية، وهي مطالب ملايين العراقيين يسعون إلى أن تكون الحياة الجديدة في العراق نقيضا لسنوات القهر والتضييق التي ولدوا ليجدوا أنفسهم غارقين في دوامتها. المعتصمون قدموا أكثر من 500 شهيد، ولهذا يرفضون سياسة الموت البطيء التي يفرضها الساسة على الشعب. لا يطمحون إلى مناصب يمكن أن يسعى الساسة إلى إغرائهم بها. أما عند الكتل السياسية فهي حملات الإخفاء القسري والاعتقالات وإطلاق الرصاص الحي وخطابات التخوين وجعل المنطقة الخضراء تتحول إلى قلعة أشباح يخاف أصحابها من ضوء النهار. جميع الكتل السياسية وقعت في الخطأ منذ اللحظة التي لم تستطع فيها فهم مطالب المحتجين، ولم تفعل سوى إدارة سياسات قائمة على أفكار جاهزة موروثة من النظام السابق وبذات أنماط ليس من القمع والقتل. دواعي المقارنة أن نقول لو أن هذا القمع والقتل والاختطاف جرى في بلد آخر لقدم معظم المسؤولين إلى المحاكم، لكنها للأسف حدثت في العراق الذي تعود مسؤولوه أن يستخدموا السكاكين والعصي والغاز المميت في مواجهة الاحتجاجات. بالقدر الذي كان قرار الجنائية الدولية مفاجئاً بقدر ما كان متوقعاً، فالعالم الذي يخشى إسرائيل بسبب أزمات كثيرة مرتبطة بتاريخ الغرب اتسم دوماً بالتردد في كل ما يتعلق بإسرائيل من إجراءات، بل إنه تم تعطيل القانون الدولي وغض النظر عن تجاوزات إسرائيل الخطرة بحق القواعد المنظمة لعمل التنظيم الدولي، بل تم في كثير من الأحيان إيجاد الأعذار التي لا تصمد أمام منطق النمل من أجل تجاوز تلك الانتهاكات، مقال للكاتب عاطف أبو سيف في صحيفة الأيام الفلسطينية. التاريخ لا يتم نسيانه لأنه في عملية متراكمة من الاختراع والتجدد، وهذا يعني أن نكران الحق الفلسطيني من قبل أوروبا لم يعني تخلي الشعب الفلسطيني عن أحلامه. ومع تراكم النضال القانوني والنضال في المؤسسات الدولية، أحرز الفلسطينيون بعض النقاط فيما ظلت محاكمة إسرائيل الرعب الذي يعجز المجتمع الدولي عن تحقيقه، وترتعب إسرائيل خشية وقوعه. ومع القرار الأممي الجديد فإن المجتمع الدولي بات أمام فرصة استرداد بعض كرامته أمام الجرائم الكبرى التي تنتهك منذ أكثر من 7 عقود أمام عينيه. المجتمع الدولي ومؤسسات العدل فيه أمام امتحان كبير حتى يتم اختبار مدى جدية العالم في الانتصار للقوانين التي شكلت النسيج الحافظ للتنظيم الدولي. وأمام هذا الاختبار فإن المطلوب الانتصار للضحايا أمام صوت الجلاد، ومطلوب وضع المجرمين في السجن كما تم في حالات أقل وحشية مما حدث في فلسطين، بل في بعض الحالات كان يتم استلال كل السيوف من أجل وضع المجرمين في الأقفاص، فيما يظل كبار مجرمي الحرب في العالم من جنرالات ذبح الشعب الفلسطيني طلقاء. صحيح أن هذا انتصار، لكنه لا يكفي، إذ يجب امتحان جدية العالم في تطبيق العدالة، العدالة التي تم ذبحها باسم القانون الدولي والذي سوغ للدولة المارقة على القانون ارتكاب الجرائم باسمه لأنه من أوجد تلك الدولة.
يجب مواصلة الضغط من أجل الحد الأدنى من العدل حتى يغفو الضحايا بالقليل من الراحة، وحتى يتم تقديم بعض الدروس ولو المتأخرة لكل من يريق دماء الآخرين. العدل لا يتحقق بالبلاغة بل بالفعل. ونبقى في شأن الفلسطيني، فقد ترتب على اتفاقية أوسلو خلط كبير للأوراق، فلم يعد الفلسطيني يعرف من القادم لاعتقاله في منتصف الليل. هل هو جيش الاحتلال أم قوات الأجهزة الأمنية الفلسطينية؟ وانتشر على لسان الأمهات والعجائز مين جيش ولا سلطة؟ وصار الفلسطيني لا يعرف إلى أي سجن وأي سجان. مقال الكاتب ماهر عبيد في موقع عربي 21. لم يعد الفلسطيني المحسوب على قوى المقاومة يعرف عدد السجنات ولا تواريخها ولا عند أي الطرفين، فما أن يخرج من سجن حتى يدخل في آخر ويستقبل المهنئين بالإفراج ليستقبلهم مرة أخرى من ترويحة جديدة. وإذا عاد من استجواب هنا وجد ورقة استدعاء آخر لدى جهاز من الأجهزة، مرة عند الوقائي وأخرى عند المخابرات، حتى تندر الشباب. لم يبقى سوى الدفاع المدني، لم يعتقلنا ولم يستدعنا للتحقيق. سياسة الباب الدوار أوسلو حفرت عميقا في قناعات الفلسطينيين وهدمت المحرمات كافة وغيرت القيم وضيعت الحقوق وتنازلت عن ثلثي الوطن، بدلت الحقائق. انظر، صاروا يكتبون أراضي السلطة الفلسطينية ويطلقون على ما وراء الخط الأخضر إسرائيل، داسوا على الشعب إذ أصبح العدو شريكا وصاروا يسمونه الطرف الآخر. اعترفوا لدولته بحق الوجود الآمن، واعترف العدو لهم بأنه أصبح الممثل الشرعي للفلسطينيين، لكنه أخر الحديث عن القدس، حدودها وجغرافيتها وسكانها ومقدساتها. يوجد قدس في أبو ديس أو في الرام، والتزموا ألا يمارسوا أي نشاط للسلطة فيها، فإن حصل فبتوافق مع الاحتلال لملاحقة المقاومين، أو يقوموا بالنشاط بسرية تحت طائلة الملاحقة والاعتقال. بعد أوسلو صنعوا عدواً جديداً داخل الصف الفلسطيني، الإرهاب وقوى الظلام التي تعمل لخنق الحلم الفلسطيني والدولة الفلسطينية، فقاموا بمطاردة المقاومين الفلسطينيين وقتالهم وتسليمهم أو اعتقالهم، كما قامت الأجهزة الأمنية باعتقال واستدعاء المعارضين السياسيين، واعتقلت كل واحد يقدم مساعدات لأسر الشهداء والأسرى. هذه الممارسات تزرع في الأجيال الجديدة حالة من الغموض والإرباك والتيه. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. نلقاكم بإذن الله.